اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نطمن على فرقتنا قبل ماتش ايستر، ونروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد من رئيس قناه الاهلي من داخل مقر النادي بالجزيره عشان يقول لنا كل التفاصيل والكواليس بعد ماتش امبارح وتاهل الاهلي لنهائي او ربع نهائي كاس مصر، وكمان استعدادا لمباراه ايسترن الصعبه في الدوري. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك الزميل العزيز امير هشام، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. طمنا يا كريم على اخر استعدادات الفريق، او مش اخر استعدادات، دي بدايه استعدادات الاهلي لمباراه ايسترن بعد التاهل امبارح، واهم ملامح المران النهارده. بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول فوز مهم وصعب جدا، وهي دي مباراه الكاس. يعني مباراه الكاس زي ما اكدنا وقلنا امير يوم المباراه امس، الحقيقه بتبقى مباراه صعبه جدا، وبنتمنى كمان يمكن الاستمراريه من الشباب طبعا للنادي الاهلي على هذا المستوى، لكن مباراه الكاس بتكون مختلفه بشكل كبير. الهدف تحقق، وانت عارف يا امير طبعا يعني مباراه الكاس تكسب ولا تلعب، في ظل كمان اما بيبقى معاك فول تيم. يعني انت لما بيبقى في فول تيم المدير الفني او كل الاراء بتقول ان المباريات دي بتكسب ولا تلعب، انت كمان عندك ظروف صعبه شويه وعندك عدد كبير من اللعيبه غايب، فيمكن كمان كان مجهود كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي وتخطي هذه المباراه ونقفل خلاص هذه الصفحه كالعاده مؤقتا. والنادي الاهلي بيستعد بدون راحه لمباراه الاربعاء في الجوله 31، الاهلي وايستر كامبري، طبعا مباراه مهمه وصعبه في ظل طبعا وجود من يمكن واحد من المديرين الفنيين المميزين جدا العميد علاء عبد العال، طبعا المدير الفني لفريق نادي ايستر كامبري، اللي عامل الحقيقه اداء مميز جدا في الاسابيع الاخيره، بيديك مؤشر ان المباراه هتكون صعبه بعيدا عن النتيجه، لا المباراه داخلها هتكون صعب. النهارده النادي الاهلي بدون راحه على طول مباشره، تدريب يكون النهارده، يعني لسه كمان التدريب لم يبدا، الشمس صعبه شويه امير، يمكن في ملعب مختار التتش، فبيحاول الجهاز الفني تاخيرا موعد المران يعني ل 6 الا ثلث او 6 الا ربع بكثير جدا، على ان ينطلق المران في خلال ساعه هتكون 60 دقيقه فقط، لغير لان انت عارف ريكفري النهارده المجموعه اللي ما شاركتش بتاخد جزء بسيط جدا، على ان يكون تدريب اساسي فقط لغير ووحيد ومنها لمعسكر مغلق استعدادا لهذه المباراه. الامور يعني طيبه حتى هذه اللحظه، منتظرين كمان ان احنا نتابع في التمرين كوكا وعبد القادر، يعني يمكن هم شاركوا في التدريبات الاخيره او تحديدا في التدريب اللي كان قبل المباراه الاخيره، الظهور بشكل طيب جدا في التدريبات الاولى، منتظرين نشوفهم اليوم وغدا على ان يكونوا ان شاء الله باذن الله على حسب طبعا رؤيه مستر ريكاردو سواريش ممكن يكونوا في قائمه مباراه ايسترن كامباني. كل اللعيبه يعني بتتاهل بشكل كبير، الغيابات الاصابات كل الامور دي ماشيه طبعا مع الجهاز الطبي بكل دقه، ناس بتطبق طبعا كل البرنامج التاهيلي الخاص بيهم، لكن بطمنك الامور طيبه، اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا في المباراه المتبقيه من بطوله الدوري العام، مباراه ويا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي امير. طيب بخصوص اكرم توفيق يا كريم، في بعض الاخبار اللي خارجه وبعض التقارير اللي بتقول ان اكرم خلاص اشترك في التدريبات الجماعيه بشكل كامل، كمان تلاحم كبير جدا في التقسيمات وكلام من ده، وان هو اصبح جاهز ان هو يخوض بعض مباريات بطوله الدوري، حقيقه الامر ده ايه؟ موقف احمد عبد القادر، موقف كوكا من مباراه ايسترن بشكل نهائي إيه؟ يعني كوكا وعبد القادر نقدر نقول ان فرصهم كبيره جدا يا امير ان هم يكونوا متواجدين في قائمه هذه المباراه. اكرم توفيق يعني برغم الاداء الطيب جدا الحقيقه وروحه الكبيره وشخصيته اللي بتبان في التدريبات، الراجل عايز يكون متواجد، يعني عارف قيمه هذه الفتره الكبيره جدا وعايز يكون جزء من هذه الفتره الصعبه والحساسه في فريق النادي الاهلي، لكن التاني الحقيقه مع الجهاز الطبي والجهاز الفني تاني في محله. اكرم يمكن من اللعيبه اللي بتشترك وبتلتحم وعندها يمكن تعطش بشكل كبير جدا ان هي تشارك الفتره اللي جايه، لكن في تحفظ كبير ممكن نشوفه في اخر مباراه بطوله الدوري العام، اخر مباراتين طبعا الامر ده لم يحسم حتى هذه اللحظه، لكن المؤشرات كلها امير بتقول ان في تحفظ بشكل كبير جدا على اكرم توفيق على ان يعني ياخد جزء بسيط جدا في اخر المباراه. لكن كوكا وعبد القادر من الواضح ان شاء الله باذن الله مع تدريب اليوم وغد من ان شاء الله من المحتمل يكونوا متواجدين في قائمه فريق النادي الاهلي، ومنها ان شاء الله يساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير، لان النقص العددي كبير جدا عندنا، محتاجين على دكه البدلاء يكون عندنا بعض العناصر الفارقه اللي تحقق الهدف وتحقق الفارق، فان شاء الله باذن الله كل اللعيبه العاديين من الاصابه السلام 100% يكونوا متواجدين مع فريق النادي الاهلي في مشوار بطوله الدوري العام بالنسبه للمباراه المتبقيه. طيب برنامج الفريق كريم لحد ميعاد المباراه هيبقى ماشي ازاي؟ يعني النهارده طبعا تدريب 5:30، بكره يكون نفس الميعاد، ومنها مباشره طبعا الى معسكر مغلق استعدادا لمباراه الاهلي وايستر كامباني اللي هتكون على استاد المقاولون العرب. الامور المعتاده طبعا يا امير هي تكون معسكر 24 ساعه راحه، لكن في نفس الموعد هيكون التدريب 5:30 اليوم و5:30 غدا ان شاء الله. ان شاء الله يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم احمد من رئيس قناه الاهلي من داخل مقر النادي بالجزيره قال لنا كل الكواليس والتفاصيل اللي بتتعلق بالفرقه قبل مباراة بعد غد امام ايسترن، هذه المباراة صعبة، وقبل كمان انطلاق المران النهاردة اللي ابتدى خلاص حوالي من نص ساعة فاتوا. يعني نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنوا يلا بينا.